طب فاروق، زي ما انت بتاخدنا كده للاجواء الحلوه اللي عندك في عجمان، تعال احنا ناخدك للاجواء الحلوه اللي عندنا في نادي اهلي الجزيره. فرصه تصبح على زميلتنا العزيزه منى البنيسي، هي موجوده حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. يا منى صباح الفل عليكي، بصبح عليكي انا من 6 اكتوبر بالقاهره الكبرى، وجاي لك صباح كمان من عجمان بدوله الامارات العربيه من زميلنا واخونا وحبيبنا فاروق صلاح. يا صباح الخير عليك يا كريم، بصبح عليك وبصبح على فاروق اكيد وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. خلوني في الاول طبعا ابارك لكم وابارك لكل مشاهدينا، ابارك لك يا فاروق ويا كريم على تاهل منتخبنا الوطني للدور ال 16 من كاس الامم الافريقيه امبارح بعد الفوز او بعد التعادل مع كابريدي بنتيجه 2-2. كل التوفيق اكيد لمنتخبنا الوطني في مباراته القادمه، ان شاء الله تكون بطوله قويه ومهمه لمنتخبنا الوطني ويفرحوا اكيد كل المصريين باذن الله. خليني انا اسف لمقاطعتك يا منى، انا اسف لمقاطعتك بس عشان ما نطولش على زميلنا فاروق صلاح، فرصه احنا زنقينه لك اهو في مربع معانا على الهواء، مش عايزاه يجيب لك معاه اي حاجه من الامارات؟ لا دي بيني وبينه دي بقى دي. فاروق بنشكرك على وجودك معانا النهارده، نورتنا كالعاده وافدتنا بمعلوماتك الوفيره، شكرا ليك. اتفضلي يا منى احنا سامعينك، اتفضلي. ماشي يا كريم، خلينا نكمل اخبارنا. الاول قبل ما ابتدي اخبارنا النهارده من المقر الرئيسي للنادي الاهلي بالجزيره، خلينا اوصف لك بس الاجواء هنا، في انخفاض شويه في درجات الحراره، درجه الحراره حاليا واحنا بنتكلم 16 درجه، في انخفاض شويه لكن انا شايفه عدد كبير من اعضاء النادي الاهلي موجودين، يمكن عشان في شمس موجوده، شمس طالعه فيمكن مدفيه الجو شويه. كان في عدد كبير من ساعه لما دخلت كمان بدري ساعتين يمكن من دلوقتي، كان في عدد كبير من اعضاء النادي الاهلي بالجزيره هنا موجودين بيستمتعوا بالساعات الاولى من صباح اليوم. كمان كان في سيوله مروريه بشكل كبير وانا جايه في الطريفة، يعني لو اي حد من اعضاء النادي الاهلي حابب ان هو موجود ويستمتع بوقته في الساعات الاولى من صباح اليوم اكيد يكون موجود، الجو فعلا يعني اكثر من رائع إلا النهارده. خليني يا فاروق بقى، او خليني يا كريم معلش، موجود فاروق معانا، خليني اقول لك اخبارنا النهارده ايه، مش مشكله كل واحد. انا فاروق واحد العمليه في بيتنا. خلونا نبتدي النهارده خلونا نبتدي النهارده باخبارنا وفريق كره السله رجاله، يعني فريق كره السله النهارده رجال عندهم تمرين، او عندهم امبارح كانوا بيختتموا متاخر تمرين ليهم استعدادا لمباراتهم النهارده امام المصريه للاتصالات في دوري السوبر. المباراه هتكون مقامه على صاله الامير عبد الله الفيصل النهارده الساعه 6 مساء بالمقر الرئيسي للنادي الاهلي بالجزيره. استعدوا بشكل قوي وكبير، الفترة اللي فاتت كانت التمارين مكثفة استعدادا لمباراتهم اليوم. خليني كمان يا كريم اقول لك انه كمان شباب نادي الاهلي لكرة السلة تحت 18 سنة توجوا امس ببطولة منطقة القاهرة بعد فوزهم على نادي الجزيرة بنتيجة 73-70، كانت مباراة اكثر من رائعة من شباب النادي الاهلي اللي يعني بشكل كبير شكلهم كان حلو جدا في الملعب، وان شاء الله يكونوا موجودين بعد كده ويساعدونا في الفريق الاول. من سله رجال لسله سيدات، كمان النهارده ايضا عندهم ماتش مهم امام مصر للتامين ضمن منافسات الجوله الرابعه من دوري السوبر. عايز اقول لك ان هم كسبانين كل المباريات اللي فاتت الثلاث جولات اللي فاتوا بالعلامه الكامله. خليني افكرك بان احنا فزنا على الزهور وهليوبلس ونادي الجزيره، مباراه النهارده هتكون مع مصر للتامين هي الجوله الرابعه في دوري السوبر، بنتمنى لهم اكيد كل التوفيق. من اخبارنا الساره جدا النهارده ولاعيبه الفريق او لاعيبه فريق كره السله، نادين السلعاوي كالعاده متالقه وكالعاده مميزه وكالعاده افضل لاعبه، نادين بتصل للرانك الاول في تصنيف الاتحاد الدولي لكره السله 3-on-3 كافضل لاعبه مصريه حاليه. نادين اكيد تستحقها بجداره. خليني اقول لك يا كريم انه نادين الفتره اللي جايه هتسافر مع منتخبنا الوطني لتونس لمعسكر مغلق استعدادا لتصفيات المؤديه للاولمبيات ان شاء الله باريس 24، بنتمنى لها كل التوفيق هي واكيد كل منتخبنا الوطني. ومن كرة السلة لكرة الطايرة، وزي ما انت عارف يا كريم احنا في توقف دولي دلوقتي بالنسبة للمنتخبات، كله بيشارك مع المنتخبات الوطنية في توقف دولي دلوقتي لكرة الطايرة رجال وسيدات لمشاركتهم او مشاركة منتخبنا الوطني في تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لدوري الألعاب الإفريقية اللي هتبتدي خلال الأيام المقبلة في مصر إن شاء الله. رجال كرة السلة هيرجعوا، هتبقى أول مباراة ليهم او يعني نادي الأهلي هتبقى أول مباراة ليه مع نادي القناة يوم 6 فبراير
فبراير ان شاء الله. اما السيدات لسه هيكون بعدها بشويه. خلوني افكر حضراتكم مين من لعيبه النادي الاهلي سواء رجال او سيدات اللي بيشارك مع منتخباتنا الوطنيه. لعيبه النادي الاهلي رجال من كره الطاره المشاركين مع منتخبنا الوطني: اللاعب محمد عصران، عبد الرحمن سعودي، عبد الرحمن الحسيني، سيف عابد، احمد عزب، حماده عثمان، وحمزه الصافي. اما من سيدات كره الطايره لاعيبه النادي الاهلي اللي موجودين وبيشاركوا مع منتخباتنا الوطنيه: ندى وليد، ساره امين، مي غزال، ايه خالد، زينه العالمي، دعاء محمد، وندى حمدي. نتمنى لهم كل التوفيق، ان شاء الله يكونوا مشرفينا في منتخباتنا الوطنيه وكل البطوله اللي جايه باذن الله. اخر خبر معانا اكيد بيخص كره اليد ورجال كرة اليد منتخبنا الوطني اللي عامل بطولة أكثر من رائعة، بطولة كأس الأمم الإفريقية اللي بتقام على صالات استاد القاهرة في الوقت الحالي. عملنا ماتشات أكثر من رائعة. خليني كريمة أقول لك إن الماتشات اللي فاتت كلها كسبنا كل المباريات. أول مباراة كانت مع الكاميرون، خلصت لمنتخبنا الوطني أو لصالح منتخبنا الوطني بنتيجة 35-16. مباراة الكونغو برازيفيل اللي بعديها كانت خلصت بنتيجة 34-19، وآخرهم كانت مباراة غينيا اللي خلصت بنتيجة 33-15 لصالح منتخبنا الوطني علشان يتأهل بقى للربع النهائي اللي هيتلعب النهاردة إن شاء الله الساعة 5:30 مساء على صالة استاد القاهرة، واللي هتكون إن شاء الله مع أنجولا. بنتمنى لهم أكيد كل التوفيق، يعني مباراة إن شاء الله تكون أكثر من رائعة وتخلص برضو لصالح منتخبنا الوطني، لأنه الحقيقة يستحق. الكل بيشجع، الكل موجود، الكل روحه عالية جدا، اللعيبة فعلا بيلعبوا بشكل ممتاز وأكثر من رائع، وبيتمنوا أن كل المصريين يكونوا يقدروا يحضروا المباريات ويشجعوهم لأن هما فعلا يستحقوا. نتمنى لهم أكيد النهاردة كل التوفيق. ودي كريم سريعا كانت كل أخبارنا من داخل مقر رئيس للنادي الأهلي بالجزيرة، وأنا معاك لو عندك أي استفسار تاني. اتفضل. ما عنديش غير كل الشكر ليك يا منى. طبعا كالعادة تغطية شاملة وكافية ووافية، بنشكرك عليها، شكرا جزيلا. كانت معانا طبعا من مقر النادي الأهلي بالجزيرة زميلتنا العزيزة منى المنيسي.